اخوان السلام عليكم. انا ربيت نبارطاجي معكم هاد لاكسيدون هادي اللي طرات ليا في رمضان، في البداية ديال رمضان. غادي مع ليا ما بيا شاد طريقي بشوية، طريقة عامرة، واحد مول 205 كيترطى، هو جاي باغي يدوبل اليمين، هو باغي يدور اليسار، كاين فين يمشي طريقة عامرة. جا زيرني انا على اليمين، مش قادش ليا خوي لي من خرج انا على اليسار باش نعمر على الاخرين، باش هو يبقى على خاطر ولا بقيت غادي في طريقي. هو ما تسرطاتش ليه، جا خرج من ورايا ومشى على اليسار ودخل، وكون ها بغى يمشي طريقه ويكمل طريقه راه كان غادي. لا بغى يزيرني، ساعات سمحوا لي هاد العباره، ولكن طاح مع راجل مو تا. انا قلت الله لا، وقلت ليه مرحبا. كما كتشوفوا هنا هو دخل عندي، اما كون بقى غادي طول تابع الطوموبيل اللي قدام وغادي يمشي، هو اللي قال ندخل عندي. هو اللي تي با سي كون كو سا، واخا هكاك راه فكر في واحد القضيه، ان غادي يجيبني انا فوق الخط، حيت هذيك البلاصه غاده وكتجمع، وغادي قانونيا غادي يكون هو اللي عنده الحق. وكاينه هذه القضيه، لان الا كنتي طالع فوق الخط راك انت درتي كتسمى تغيير المسار، شونجمون دو فوا. المهم انا دفاسون زدت بحال التران، ما وقفتش، طيرت لي ريتروفيزور، عوجت لي الباب قدامي وطيحت لي الباكيت، هادشي اللي بان ليا. انا طراش ليا غران شوز الطوموبيل، تحرد ليا الكاردبو. داكور، هبط هو بدا كيصور، ما دويناش، ما قلنا حتى شي كلمه، عيط على الكوستاتور ديالو، عيط على الكوستاتور ديالي. جاو بجوجهم في البداية قالوا لي انت فوتيف، معلوم منين شفتو بانني تعرفو الخط داكشي اللي غادي تقولو، واخا الخط محي كاع ما كاينش. وانا جبت لهم الفيديو، فاش شافو الفيديو ما يدورو هادو، قالوا لي انت اللي فوتيف، انت اللي دخلتي عندو. ما هو ما تسرطاتش ليه، حيت ما كانش معول انه غيطيح مع راكم عارفين اللي قلتها في البداية. صافي قال لهم لا، صافي قلت لهم لا، ما غاديش نقيدو بداكشي اللي بغا. عيطنا للبوليس، بقينا كنتسناو واحد ساعتين تما كانا. انا رجعت كرسي اللور تكيت، بقيت كنتسناو واحد ساعتين تما كانا. جاو البوليس شافو، قالوا لي انا الفوتيف. قلت لهم اجيو تشوفوا الكاميرا، انا باش تعرفوا بان الكاميرا فيري امبورتنت، مهمه. شافوا الكاميرا وهز راسو بدي يشوف في الحركة، زاد انا بحال قريت بزاف هذيك، ولد الكلب حتى جا داخل عندو ما داك تخرج في عينيك دار فيها فيكتي. anyway ما قالاش ليه عندي، ضنيت انا دارت ليه في راسو. مشى عنده قال لك انت اللي جاي عنده، هادي انت اللي هادي، وانت جاي كترطى من اللور وباغي تدوبل على اليمين وباغي. قال لي لا ولكن راه فوق الخط، هو بقى لاصقه فوق الخط. جا عندي انا قال لي دابا حتى هو ما باغيش. قلت لي شوف انا من جهتي مستعد نسامح، حيت ما عنديش لي ديكا بزاف. قال لي انت مستعد تسامح؟ قلت لي اه. قال لي صافي واخا. خدا لي زانفورماسيون ديالي، خدا لي زانفورماسيون ديالو وصافي، ومن بعد ما بقى دار حتى شي حاجه، اما ما دار حتى شي حاجه، اما صوب ليه هو المحضر ديالو، ولكن المحضر ديالو ما عندو ما يصور به، لان البوليس في هذه الحاله هذه الا جاي يدلي بالاكسبيرتيز ديالو غادي يدلي بانه هو فوتيف، وباش ما يدخلش في هذا النقاش وهذا الشجار، ما غاديش يدلي باي واحد باش كيقولوا ليه هربت ليا، ما غاديش يحدد المسؤوليه ولا الخطا ديال اي واحد باش ما يدخلش في هذا النزاع هذا. وصافي وغادي يصوب ان رابور نوتر ديال كل واحد شنو كيقول، ولكن هو ما كيدعم حتى شي قول. وديك الساعه الا بغى هو ياخذ حقه خاصو يدفعوا للمحكمه، ولا يدفعوا للمحكمه غادي نجيب انا لي بروف ديالي، وغنجيبوا لي بروف ديالو وغادي يجيبها في راسو، حيت طاح مع طيط راكم عارفين. صافي هذا ما كاين، يعني انا بارطاجيت معكم هذه وكومونتيت، لان هذه سون اكسبيريونس بغيت نبارطاجها مع الناس باش يعرفوا شنو كاين ويفهموا.
لان هذا كما كانش يدير كاميرا كان يصيدني. والاخوان صوبوا بحذر والله يحفظكم.